حلقتنا بتكفي مهرجان بيروت ترتل بتنظيم من سوليدار تنقل بكنايس بيروت العريقة ليضيف على روحية عيد الميلاد جو خاص ومميز. بتقريبنا هلأ وضمن هالمهرجان أحيا صوت الأوبرالي ماتيو خضر أمسي موسيقية دينية بكنيسة سان لوي للأباء الكابوشية. تفاصيل أكثر عن هالأمسية بعد ما نكون مع فاصل وبعد ما نرجع على أخبار الصباح. بيروت رتلت على مدى شهر، ارتفعت اصوات المرنمين بسما العاصمه لترسم لوحه ميلاديه وتشهد على معنى العيد الحقيقي. ختام مهرجان بيروت ترتل الرابع كان مع التنور ماتيو الخضر يلي احيا سهره ميلاديه بكنيسه مار لويس للاباء الكابوشيين. حبينا نختم مع ماتيو الخضر يلي بيقدر يوصل رسالتنا، لانه الحضور رح يكون كثير كبير والرقه اللي بيتمتع فيها. بس على رجاء يأمن السلام قلب اللبنانيين ولبنان بشكل عام. حلو نشوف حدا من لبنان، من ارضنا، من شعبنا، اذا بدك من هالهويه، وصل لمحل كثير كبير برا بالعالم. بشتكي في منه حوالي 35 شخص بالعالم نوع الصوت تبع الاوبرا، فكتير حلو كنت هاللفتة انه يكون هو الجراند فينالي تبع الفستيفال كله. يعني ان شاء الله يوصل بمستوى جاروسكي، وانا اكيد انه رح يوصل لهذا المستوى العالي. صوت ماتيو الخضر الأوبرالي المميز والعذب عانق عاملة الكنيسة التاريخية ليقدم لوحة أوبرالية، فكان التفاعل مع هالطاقة الصوتية النادرة يلي قدمت أجمل التراتيل الميلادية. في عنا بروجرام كتير حلو هلأ، رح يكون في فيفالدي، باخ، هاندل، كل هالاشياء الحلوة. بحيي كل الجمهور اللي عم يتفرج علي واللي بيجي اليوم بالليل، وبحيي كل اللبنانية بلبنان وبكل العالم وبفرنسا خاصة لاني عايش هونيك، وبقول لهم جوي نويل وتخيبون اني افنير. From Greece, and we know Matteo. We've seen him before. He performed in another church a few months ago, and he's wonderful. It's one of the most beautiful performers, I think. حلو كتير، ولازم نشجعه يكون أكتر، حس بتخلي العالم تعيد صحيح عيد حقيقي. شغلة عظيمة لازم نصير كل سنة. هسوا عيد ميلاد أكتر بكتير. مثل جوهرة لنا، أوكي، يكون عم بيقدم صوته. كرمال يعيد عيدنا معه. جاي نوال براياتهم. مهرجان بيروت ترتل اصبح محطه ثابته بزمن الميلاد لتشهد على عاصمه شكلت نموذج للسلام والعيش المشترك ببلد الرسالات.